فارس. نعم. أنا اليوم مجهزة أسئلة كتير سهلة. أنا أسئلتي أصلاً دايماً سهلة. قصيدي إذا عندي سؤال واحد سهل. أنصحكم بمتابعة برنامج على الإشارة، لكن تحملوا من الشخص اللي اسمه فارس طبعاً اللي يقول إنه هو مزعج. هو مش مزعج، قلنا حركاته بس. أيا جارتا لو تشعرين بحالي. ما هو الحيوان الوحيد الذي لا يستطيع القفز؟ الفيل. الفيل. آه. عرفت إزاي؟ ما تخيل هو برضه. ماذا كان يطلق العرب قديما على الذهب؟ الأصفر البرن. يلا صارت معك؟ الأصفر ال شو صار؟ كريم قوي. أقول لكم نكتة بما أن دعاء هناك مشغول. أقول لك مرة في واحدة اسمها ساندي دخلت كلية هندسة صارت سانتي متر مربع.